مرحبا يا أصدقائي الأعزاء، اسمي بابا نويل وأسكن مع زوجتي العزيزة في القطب الشمالي. عندي بيت كبير وفيه غرفة للهدايا. في بيتي تسكن أيضا غزلاني. أنا أجلس مع زوجتي ونشرب الشاي بعد العمل، ويساعدني في عمل الأقزام. نضع الهدايا في كيس كبير، ونضع الكيس الكبير على الزلاجة، ومن ثم يأتي الغزلان. نذهب معا في ليلة عيد الميلاد في السماء من بيت إلى بيت، ونوزع الهدايا للأطفال الحبابين. الأطفال الشريرين يجدون تحت الشجرة عصا، وأنتم تعرفوني فورا لأني ألبس بدلة حمراء ولي لحية بيضاء طويلة. ويوجد بزلاجتي أجراس، ولذلك تسمعوني من بعيد. والأطفال الحبابين يغنون لي أغنية لما أحضر لهم الهدايا. أنا أحب الأطفال وأحب أغانيهم.